مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من هي وبس. الست السمراء اللي بتتفرج عليها دلوقتي تلبس ايه؟ تلبس الواني اكتر عليها، والست البيضة اللي بتتفرج عليها تلبس ايه؟ الديزاينز مش حكر لحد، هو احنا عندنا حاجة اسمها history of costumes اللي هو تاريخ الملابس. تاريخ الملابس دوت ده من زمان مع مر العصور، واحنا بنعمل ابديتس، بس القصات الاساسيه هي موجوده في كل عصر. في الفقره دي تحديدا مش هنتكلم عن الرموش وبس، لكن هنتكلم عن الرموش مع اخصائيه مش بتفهم في فكره اركب ايه او ازاي، لكن هي كل شغلانتها وكل الشغف بتاعها في حياتها الرموش. قلت لها لو حلفتي لي على الميه تجمد انه انا اكل فراخ فانيه وما تخنيش، عمري في حياتي ما هصدقك. طريقه صحيه زي جدودنا. بدل ما نتعلم ازاي ندافع عن نفسنا، طب ما نتعلم ازاي نحاول نتجنب ان الناس تتحرش بينا. اول حاجه احساسك ثقي فيه جدا. الست دايما عندها الغريزه ديت، لو حسيتي ان انت في حفله، حسيتي ان انت في مكان راكبه مثلا سواق تاكسي، حاسه ان في حاجه غلط، لازم تاخدي اكشن. نزلت معاه الورشه علشان اساعده او اقضي اليوم معاه، بعد كده حبيت المجال وحبيت المهنه، وقررت ان انا اتعلمها وان انا يعني اتقن فيها وابقى نجاره. في الفاشن النهارده معانا رغده هلال. رغده هلال قالت لي ان انا هتكلمك عن حاجات جديده وحاجات متطوره والوان مختلفه، الست اللي بتتفرج علينا هتبقى مبسوطه قوي قوي بيها. يا رغده منورانا. ده نورك يا حياتي. رغده، عندنا ايه جديد في الفاشن؟ عندنا كل حاجه جديده. قولي لي. هو احنا عاده احنا اللي بنعمل الفاشن، مش الفاشن هو اللي بيتحكم فينا. It's about الكالتشر بتاعتنا، العيشه اللي احنا عايشينها والمجتمع اللي احنا فيه. فكل شويه بنجدد، هو الطبيعي ان هو في تاريخ للفاشن، فاحنا كل شويه بنجدد من الفاشن، يعني كل شويه بنبتكر حاجات، بنرجع تاني لل60s لل70s لعصر بنرجع للستينيات تاني. طبعا زمان الفن الجميل، الفساتين المنفوشه، البوست والمنفوشه واللي هي جيرلي اكتر، بنانيتي فيمينين اكتر، بتظهر الانوثه زي اللي انت لابساه يعني شويه. صح كده. اوكي، يعني انت عايزه تقولي لي انه الموضه هتبتدي ترجع بينا تاني لورا. هي بترجع بينا، هي كل شويه بترجع بينا، احنا طول الوقت بنرجع تاني للزمان، ناخد منها حاجات، ناخد الدونتال اكتر، يعني فما الجبار، الحاجات اللي كانت قديمه سوري ما كانتش بتتلبس دلوقتي، يعني بقت اكتر ان، يعني ناس كتير ما بقتش ترضى، يعني بتلبس جينز طبعا بس اون ديلي بيز، لما يبقى عندها ايفنت معينه او حاجه معينه بترجع تاني ان هي تبقى فيمينين اكتر. انت بقى بتتكلمي في السهره. يعني سواري اكتر، هات كوتور اكتر. سهرة بقى هترجعينا لايام الستينيات والسبعينيات، مظبوط كده؟ هتلاقي تاتش كتير جدا من الديزاينز بتاعتي، ولمسات كتيره من الحاجات بتاعتي رايحه اكتر للحاجات اللي فيها ورد وطبيعه، والقصات اللي بوست ومنفوشه، اللي هو الحاجات القديمه اكتر. بتعرفي تتجنبي بقى ازاي الست اللي عندها مشكله في بطنها او في الجناب؟ بطنها او بالجناب، يبقى احسن ان انت يعني الكات بتاعت الدرس نفسها بتختلف من جسم لجسم، كلنا جسمنا بيبقى فيه ديفو، حاجه ديفو خفيف whatever، لو هي بطن بقى او تحت، ان الجزء اللي تحت املى من الجزء اللي فوق، الحته ان عشان تظهري وسطك اكتر القصات بتاعت الوسط، فاهمه قصدي؟ ان الكورساج نفسه يطول اكتر، فيلم اكتر مساحه اكتر تتشد وتتلم، ويبقى فيه دايما في السواريهات بالان كتير، اللي هو البالان دي اللي هي الحاجات البلاستيك اللي بتبقى محطوطه بتشد الكورساج نفسه، او بتشد البلاستيكه البيضه دي. بالظبط، هي دي اكتر حاجه بتعمل ريشيب للجسم. يعني انت قصدك اللي عندهم مشكله سواء في البطن او في الجناب انت بتعرفي تعالجيها، تزودي تخلي الكورساج بتاعها أطول شويه، يعني من هنا قصدك؟ بالظبط، من لهنا هنا لهنا هو اطول. بالظبط، وملموم اكتر، فاهمه قصدي؟ وحتى لو عايزه اللي هو تو ديفرنت، يعني فاهمه دو بياس او حاجه، ممكن تعملي عليها كلوش من فوق شويه، بس الاساس بتاع الدرس نفسه تبقى بالانات كتيره والكورساج يبقى طويل، فيلم اكتر. طيب يشد الجسم. في حاجه تانية كمان انا كنت شفتها،
ان هم بيعملوا زي ما انت بتقولي كده من هنا لهنا أوكي. لكن اللي ورا حبال اوكي تقعدي تشدي 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 دي اكتر حاجه بتعمل ريشيبنج للجسم بطريقه غير حتى لو عندي بطن وحتى لو عندي جناب ديفينتلي. ايه الوان السنه دي في السهره؟ فيري فريش كولرز. انا شايفاكي جايه لابسه ابيض في بينك وورد دخلت الصيف عامله شغل وحركات وكيوت بقى جدا دخلت طيب الصيف. ايه بقى كل الالوان الفريش ده كل فريش اللي هي كده الفريش اللي هي الاصفر الجرين الجرين البلو الكوبر بلو الوان صريحه احمر اصفر ازرق اخضر فوشيا بدرجاتهم بقى بالشيدز بتاعتهم الفاتحه يعني انت تاخدي السترونج كولر اللون الاساسي الكبير وتاخدي الشيدز بتاعته المشتقات بتاعته بقى الفواتح بتاعته. الست السمراء اللي بتتفرج عليها دلوقتي تلبس ايه؟ تلبس الواني اكتر عليها. والست البيضاء اللي بتتفرج عليها تلبس ايه؟ الست السمراء انا بحس ان السترونج كولرز يعني الاصفر اللي هو اللايم المدي ده هتلاقيه لونها مع لون بشرتها لو هي برونزار السمار على قصدك السمار بالظبط والديجريز بتاعتك اللي على اخضر برضو بتبقى تحفه مع التاند يعني مع الحاجات التاند بتبقى تحفه. درجات الايرث كولرز بقى كلها الالوان الترابيه يعني الاخضر بالزيتي بتاعه الموف اللون ده على البيض قصدك ولا لا على لا. كل ده السمر. طب تعالي بقى نعد تاني ست السمنة دلوقتي تلبس ايه؟ الالوان الترابيه اللي هي الاصفر ومشتقاتها الاخضر ومشتقاتها البرتقاني ومشتقاته البنفسجي على سمر اوكي طيب. هيبقى تحفه ولو عملتي ميكسنج للكولرز دي هتلاقيهم بقوا ستاند اوت فاهمه قصدي هتظهري السمار يعني في الوان كده بتظهر السمار. طيب والاحمر بقى لا انا ما قلتش احمر لا انا بقول لك الاحمر يليق على الصوم. بصي الاحمر بصراحه لون صعب مش بيليق على كل درجات يعني مش بيليق على كل درجات البياض يعني في ناس بيضه تاخدي درجه معينه من الاحمر تليق عليهم اللي هو الاحمر اللي هو بيسموه احمر طرابيشي في سنه غمقان فلونها يظهر مع شعر غامق لونها يبقى مختلف جدا. طيب والست البيضة؟ الست البيضة انا بصراحه بحب الالوان الباستيل عليها الالوان الفاتحه الهاديه مع البياض اللي هي بتقلب انجل ستايل عارفه بتقلب أيوة ملائكيه. ايه الالوان الفاتحه؟ ابيض روز فاتح بيستاج اخضر فاتح. ايوه بس انا يا اخضر لو رايحه فرح دلوقتي وانا ست بيضة ولبست ابيض العروسه هتقتلني. لا طبعا انا مش بتكلم على الافراح انا بتكلم لو انا على رايحه دلوقتي الروزات بقى تاخدي البواد روز الليلا الروز الالوان دي وبتفرق كمان بتختلف من سيزن لسيزن يعني احنا بنتكلم دلوقتي على السيزن بتاع الصيف فالالوان الفاتحه تبقى بالنسبه لها احلى فاهمه قصدي؟ انا الحال هي الشيدز الفاتحه. طيب انا او انا مش عارفه انا لما ذاكرت كده اوكي سوري عرفت انه انت كنت بتشتغلي ستايلست وعملتي اعلانات. عملت اعلانات كتيره جدا واشتغلتي مع ناس فنانين ومشهورين مخرجين وكبار يعني الحمد لله اشتغلت مع اكبر مخرجين. بتعملي التركيبه ازاي؟ بصي بقى بتفرق لو احنا بنتكلم في اعلان او بنتكلم في حاجه دراما او فيلم او حاجه انت اول حاجه بنتفق عليها الالوان خالص السين كولرز باليت الالوان بتاعتنا اللي احنا بنعملها علشان الشكل العام كله للفيلم او للموفي اللي احنا شايفينه او للاعلان او الحاجات دي اول حاجه الالوان. تبداي بقى بتشوفي شخصيات القصه اللي في الاعلان نفسها الشخصيات دي هل هي شخصيات ملامسه للمجتمع فيها شخصيات طبيعيه وناس من الناس العاديه ولا هي شخصيات فيها حرامي فيها دكتور فيها ضابط كل شخصيه بتحكم ستايل اللبس بتاعها بس باليت الالوان بتجمع كل الشخصيات ببعض عشان انت وانت بتتفرجي على الفيلم او المسلسل او الاعلان تحسي ان في حاجه شداكي يعني الصوره نفسها مريحه عينيكي. يعني انت بتركبي اللبس على الشخصيه ولا بتركبي اللبس على الفنان او الفنانه ولا بتركبي اللبس على الاثنين؟ لا طبعا على الشخصيه الاول طبعا بيبقى عندي شخصيات الاول اساسيه بنبدا نشتغل عليها. شخصيات حبيتك كممثلين ولا اعلانات ولا بتاخد مجهود ولا بتاخد لا طبعا يعني في طبعا بتضحك يعني بس انا هقول لك على حاجه انا ما بشتغلش مسلسلات كتير ولا افلام كتير ولا دراما كتير انا اكتر اعلانات فوتوشوتس بروجرامز حاجات كده يعني لكن ما بقدرش انا بطبيعه شغلي او بطبيعتي ما بحبش الروتين بزهق بسرعه فما بقدرش اخش في عمل كبير لمده شهرين ثلاثه او شهر او
او واتيفر، بحب التجديد يعني. عشان كده اخترت اعلانات ان انا اعلان يومين تصوير، ثلاث ايام تصوير، اسبوع. اكبر كامبين عملناها اسبوعين او 12 يوم تصوير. الشفت ده جه منين؟ من ان انت بتشتغلي ستايلست وبعدين بتشتغلي دلوقتي مصممه ازياء. الشيفت ده ان انا كنت في فتره من الفترات، انا بقالي اكتر من 12 سنه شغاله ستايلست، في وقت من الفترات بقيت محتاجه ان انا اعمل في حاجات بتبقى في شخصيات انا لازم انفذها، ما تبقاش موجوده في الماركت، ما ينفعش انزل اشتريها من شوبينج سنتر او من وسط البلد او من محلات هدوم عاديه واحنا في التحضير، بتبقى لازم افصلها وانفذ الشخصيه دي بالتفاصيل بتاعتها. اللي هي كل ما تفاصيل الشخصية بتزيد كل ما انت بتصدقي الشخصية دي. يعني لو حرامي هتلاقي تفاصيل بتاعته باينة ان هو حرامي، مش لازم يبان في لبسه، فاهمة قصدي؟ تفاصيل الشخصية. فده كان بيحتاج ان انا لما اجي افصل الحاجات دي ما ينفعش ان انا اديها لترزي واسيبه يشتغل فيها وامشي وانا بصور مثلا بكرة ولا بصور بعد بكرة، ولا عندي يعني في عندي اكشن غير ان انت بتحضري الايفنت انت رايحاها او عندك خروجة او فرح او كده. لا انا ممكن البس 100 بني ادم في يوم واحد في ساعتين. 100 بني ادم؟ اه، ما هو ده في شغلنا. يعني الموضوع ابتدى بهوايه وقلبت شغلانه في الاخر. يعني هي ما كانتش هوايه، هي كانت حاجه بتكمل شغلي، بتزود شغلي، بتساعدني في ان شغلي يكبر. الورك شوب بتاعتي ان انا يبقى عندي ورشه عمل انا بقعد اشتغل فيها عشان احضر فيها شغلي. وقررتي ان انت تسيبي مجال بقى الاعلانات والكلام ده؟ لا، ما سبتوش طبعا. يعني بصي، اللي بيصور في الميديا ما بيقدرش يبطل الانرجي الرهيبه والحياه الهايبر وفيري، كل حاجه بسرعه، ما تقدريش يعني. ده باشن وده باشن تاني خالص، ان انت بقى تكريتي ديزاين وتقعدي ترسمي ديزاين او تنفذي ديزاين بايديكي، دي متعة تانية خالص. الكولكشن اللي جاي بتاعنا في ايه جديد؟ لسه ما طلعش. ايه؟ لسه والله ما طلعش. ازاي كده؟ يا هي الانسبيريشن بتيجي فجأة. ايوه، الوحي ده ينزل عليكي امتى؟ ده عنا كام يوم خلاص يا ستي. والله انا كل مرة كده يعني. فاشن شو الأخير بتاعي ده عملته قبليها بخمس أيام بالظبط. خمس أيام رسم وتنفيذ؟ لا ما رسمتش بصراحه عشان ما اضحكش عليكي، عملت الفساتين كلها على المانيكان، يعني عملتهم على المانيكان وبدا دخل في مرحله العمل على طول. يعني انت فاشن شو ياخد مني 5 أيام بس؟ لا هو طبعا ياخد اكتر، بس انا عملته في 5 أيام، كانت ظروفه مختلفه. ايوه، وانت يعني مستنيه كام يوم علشان نعمل؟ انا عجبتني الفكره، عجبتني فكره ان انا هعمل فاشن شو في النيل ومصر فعجبتني فكره جدا. وانا ما بحبش اخش فاشن شو بديزاينز انا عاملاها قبل كده، يعني دايما الديزاينز بتاعتي لازم تطلع مره واحده، هي كولكشن مش كولكشن قديم، ملهاش لازمه خلاص، هي طلعت واتصورت فخلاص. فما كانش عندي، كانت ات واز فيري شورت نوتس، كانت ايام قليله قوي قبل ما تعرفي، وقررت ان انا هعمله فعملته يعني الحمد لله. يعني انا شفت الفاشن شو ده وحقيقي عجبني وما تخيلتش خالص قوي، يعني اتخضيت بصراحه من فكره ان انت عاملاها في 5 أيام فقط لا غير. دي حقيقه، حتى ساعتها سميتها دايناميك علشان اتعملت بسرعه قوي. طب انا لو جبت لك ديزاين سواء كان في فستان مش من تصميمك، اوكي، او حلق مش من تصميمك، اوكي، وعايزه اعمله، تنفذهولي؟ بصي هقول لك على حاجه، انا عن نفسي ما بنفذش حاجه كوبي، بس انت ممكن تقولي انا عاجبني الستايل بتاع الصدر بتاع الفستان ده، انا عاجبني الكم ده، عاجبني ان انا عايزه الكات بتاعتها ايفازي مش عايزاها ميرميد، فاخد الحاجات اللي عاجباكي بالالوان يعني الحاجات انت اكيد عاجباكي حاجات في الدرس ده، وابدا اوريكي ديزاينز ثانيه واوريكي افكار ثانيه. فممكن انت ما تعملوهوش طبق الاصل. اصل انا لو هعمله طبق الاصل هي ممكن تروح لترزي، فاهمه قصدي؟ يعني ترزي هينفذه لها كوبي، لكن انا هاخد الحاجات اللي حباها في الديزاين. بس خلي بالك الديزاينز مش حكر لحد، هو احنا عندنا حاجه اسمها history of costumes اللي هو تاريخ الملابس، تاريخ الملابس دوت ده من زمان مع مر العصور، واحنا بنعمل ابديتس، بس القصات الاساسيه هي موجوده في كل عصر، يعني الايفازي موجود من زمان، مامي لبسته ومامتك لبسته وجدتك، الحاجات البانسل كات الساك موجوده من زمان، الحاجات الكلوش المنفوشه كده اهو موجوده برده من زمان. انت ما عليكي غير ان انت بتنسقي يعني لو جيت لك هتظبطي للموديل بس مش هتعمليه هو هو بالظبط، مش هقدر اعمله هو هو بالظبط. رغده، جود لك في الفاشن شو اللي جاي.
وانا مبسوطه جدا ان انت كنتي ضيفه معانا النهارده في الفاشن والالوان الحلوه. وان شاء الله الفاشن شو بتاعك اللي جاي يكسر الدنيا ونورتينا ان شاء الله. ده نوري عزيزاتي المشاهدات، استنونا فقره جديده من هي وبس. السنتين اللي فاتوا بقى عندنا الشغف بفكرة الرموش. كنا بنركب قبل كده رموش واحنا نازلين نسهر او رايحين حفلة، لكن دلوقتي في ستات كتيرة جدا بتروح الكوافيرات بتاعتهم وبتركب الرموش دي، بتقعد بيها اسبوع 10 ايام 15 يوم على قد ما بتعرف، ولما بتقع بتروح تركبها تاني. لان احنا ابتدينا نكتشف انه فكرة ان انا بركب رموش بيدي لوشي شكل حلو جدا. لكن نركب ايه بقى؟ نركب الواحدة بواحدة ولا نركب اللي بيسموها ال 2D وال 3D لحد 7D؟ انا لسه عارفه المعلومه دي دلوقتي حالا. في الفقره دي تحديدا مش هنتكلم عن الرموش وبس، لكن هنتكلم عن الرموش مع اخصائيه مش بتفهم في فكره اركب ايه او ازاي، لكن هي كل شغلانتها وكل الشغف بتاعها في حياتها الرموش. لكن انا هنضطر نترجم لانه هي مش مصريه. Juicy, hi. Nice to meet How are you? you. Oh, welcome you. to هي وبس. وعندنا نور كمان، عايزين نقول لها اهلا وسهلا بيك يا نور. هنتكلم معاهم عن الرموش، عن انت تركبي ايه ووسع عينيكي ينفعلوا ايه وايه النوعيه اللي انت كمان تركبيها. هبتدي من عندك يا نور. اتفضلي. عندنا واحده بواحده بنصح كده زي ما انا قلت، واحده بواحده، وعندنا الاعرض شويه والاعرض حبه والاعرض حبه لحد ما بنوصل ل 7D. تمام، صح كده؟ تمام. طيب انا امتى اركب الواحده بواحده وامتى اركب ال 2D وامتى اركب ال 3D وهكذا؟ الواحده واحده هي اكتر طبيعي، كاني حاطه ماسكاره او حاطه ماسكاره بالفوليوم. ال 3D او ستارت من 2D تل 7D، يعني من اول 2D لحد 7D دي علشان العينه بيبقى الرموش بتاعته ضعيفه، يعني مش سودة قوي، هو بلوندايه، يعني في ناس بيبقى رموشها مصفره او بالظبط، فبتحطي ماسكارا كتير او بتحطي اللي هي الايلاشز اللي هي وان ستريب اللي هي الخط الواحد. صح. فبقت ال 3D اللي هي الستارت من ال 2D لل 8D او ال 7D او ال 7D هي بتديكي فوليوم اكتر، فبتبقي مستغنيه عن الميك اب خالص، فما بتحتاجيهوش. طيب بيقال ان الواحده الواحده دي بتوقع الرموش. نتكلم لوجيك، مفيش حاجه في شعرنا ما بتقعش. بتقع ليه بقى؟ هي مش بتوقع الرموش اللي موجود، انا بركب على الرمش، انا عندي في الرموش بتاعتي في البيبي هير وفي اللي هي الطبيعيه، لما بتحطي ماسكاره بتلاقي حاجات صغيره وحاجات طويله. احنا بنحط على كله. الطبيعي اللي بياخد الدورة الطبيعية بتاعت البني آدم اللي هي بتقع، هي بتاخد اللي أنا مركباها وطبيعة الموجودة وبتنزل، بيطلع بدلها بيبي هير اللي هو الشعر الصغير. فده اللي بعمله ريفل اللي هو أو التاتش أب أو اللي هو الإعادة اللي أنا بحطه بعد أسبوعين ثلاثة من الدورة الطبيعية لجسم البني آدم. طب وفكرة إنه عيني بيطلع فيها حساسية و أنا بشتغل في الأيلاشز بعد ما جوسي عملت لي تريننج من سنتين ونص، ما عنديش أي حالة فيها حساسية خالص. نيفر ايفر. اني احسن لرموشي انها ما تقعش، ان انا اركب الواحده بواحده ولا اركب ال 2D ولا 3D؟ احتياجك ليها تفرق. واحده بواحده لو انا بشتغل كتير، لو انا بتعرض لمواقف اكتر، فعايزه حاجه طبيعيه. ما بخرجش كتير، ما بسهرش كتير، ما بروحش مناسبات، ما عنديش حاجات معينه. لكن اللي بيبقى ال 2D لو انا الايلاش بتاعتي خفيفه فبحط 2-3، هم نفس السكنس، هم نفس العرض بتاع ال 1 باي 1 وهم نفس التقل، فما بيبقوش حاجه، بس هم بيدوني شيب أكتر او بيدوني، قصدك بيفرشوا على المساحه بتاعت الجفن اكتر. فالرموش بتبان زي اللي انا عاملاها هنا، زي اللي انت عاملاها دي بالظبط. طيب زي اللي انا عاملاها في العين دي، احنا سايبين دي عشان نعملها عشان نشوف، يعني نشوف الفرق بين الناس اللي عينيها ضيقه تركب ايه؟ الاثنين يعملوا، يعني الواحده بواحده اوكي، وال2D تال 7D اوكي،
بس ليهم ترتيب معين في ان انا بحط، ما بحطش جنب بعض. بدي عشان الشعر وهو بيتفتح زي ما معمول هنا عندي يبقى مش لازق في التاني فما بيبقوش كتير، بس يبقى في الاخر برضو مور ناتشورال يعني اكتر شكله طبيعي. بالظبط ما يبقاش انا مركبه رموش. بالظبط برافو الحركه دي. طب ايه موضوع الليفت اللفتنج؟ عشان بس نترجم لها عشان هي قاعده مبرقه لنا كده ومش مبسوطه مننا ومسالات. Juicy, I was just asking her right now about the difference between 1x1 and the rest of the eyelashes, which is 2D, 3D till 7D. And I'm asking her right now about if the eye is small or it's wide, which one we should put, which is preferable. Okay, so she's just answering me. اتفضلي بقى استاذه كمان. حضرتك بتسالي على الليفتنج الليفتنج ايلاش ده عباره عن حاجه بتتعمل ماتيريالز احنا جايبينها من بلجيوم برضو. جوسي تخصصت فيها، خدت فيها كورس اصلا السنه اللي فاتت. اللي عنده ايلاشز كتير، اللي عنده رموش كتير بس هي نازله فعشان ارفعها بحط ماسكارا، احط ماسكارا وافضل عماله اسرح فيها لفوق لغايه ما تنشف، وبعدين بجيب اللي هي البتاع اللي عامله كده دي عشان يوقفها تنشف فيقف. الليفتنج انا بعمل كده في الايلاشز من غير ما احط ماسكارا، فانا بديكي الايلاشز بتاعتك بتاخد الكيرف ده. بتعمليه ازاي؟ يعني بخش عندك في برودكت عندي بحط حاجه زي السيليكون ليها بومبي معين، واحط مواد التريتمنت اللي انا جايباها وباخد التايم بتاعها من 45 دقيقه ماكسيمم ساعه. السيشن دي بتقعد معايا الايلاشز من شهر لشهر ونص، تفضل مرفوعة على طول. Let's now talk about the 3D eyelashes. And show me how you're gonna do it to Noor. Okay. دلوقتي احنا هنبتدي نشوف مع بعض. جوسي هتبتدي تحط لنور الرموش اللي بيسموها ال 3D اللي هي تعتبر احسن حاجة لجميع انواع العيون. And that suits all type of eyes, huh? All types of eyes, yes. All right. Now, first we have to protect the under eyelashes so that they will not stick together later after I glue the eyelash extension. هي لازم هي بتقول انها لازم تحط تحت العين تحت عشان تيب علشان خاطر ايه التيب ده بيبقى عامل زي بلاستر يعني عشان خاطر ما ايه ما يلزقوش في بعض. Sorry. And then I bring a bit, I add a bit primer on the natural eyelashes so that extensions will stay better. بتحط primer علشان تمسك فيه الرموش. وطبعا البرايمر ده بيشيل كل الزيوت وكل الحاجات اللي مش نظيفة على الرمش. We use, it's important to use a little bit of glue because if you use too much glue then it will block your pores of your skin so that a new eyelash, natural eyelash, cannot go through and block. Yes, you're so right. And then you get infections. You're so right. Yes, I agree. هي دلوقتي بتقول ان هي بتستعمل جلو او الصمغ اللي هو مخصص لفكره التركيب الرموش، لكن بتقول ان هي ما بتستعملش منه كتير قوي لانها مش عايزه تسد المسام اللي بيطلع منها الرموش الطبيعيه. ف يعني هي بتقول ان هي بتبقى كميه قليله قوي. نرجع بقى تاني كده بالكاميرا شوف هي بتعمل ايه. What are you doing right now? You're just now I'm gluing the okay هي دلوقتي the 3D lashes on top of her own eyelash. اوكي هي دلوقتي بتحط الجلو او الصمغ على الرموش علشان تبتدي او تقوم بتركيب الرموش. So actually I take a few eyelashes and I make a small fan so that they are spreading open and that gives the volume. اوكي هي بتقول ان هي بتاخد الايلاشز اللي هي الرموش دي اللي هي 3D اللي هي بتتكون من كام واحده زي ما انتم شايفين وبتحطها على وبتحطها بطريقه معينه عشان تاخد شكل مروحه، فالرموش بعد ما تخلصها يبقى شكلها ايه مرفوع. So I take different lengths in the inside corner. I go with number 8 and I go gradually up to number 11. Okay, so that it gives more cat eye. How many numbers they are? There are numbers from 8 till up till 14, but with her I use only up till 11. Okay. Because you can use what? Up till a length 11. Okay. Lashes. هو الأطوال بتاعة الرموش بتبقى مختلفة.
هي بتقول ان هي بتبتدي باطوال مختلفه، لكن عامه الاطوال بتبقى من 8 ل 14. هي بتستعمل من 8 ل 11 بس فقط لا غير، علشان الموضوع يبقى شكله طبيعي. Because you can never make the lashes longer more than 1/3 of the natural lash. So if you go too long, then the lash will actually curl down and will bother you. Okay. What about there's one piece? Yeah. I buy it this way. Yeah. I don't buy it one by one or 2D or 3D. Yes. I buy it a whole real one. Yeah. Is it okay for the eyes? It is okay for the eyes. But these strips, as yes. we call them, it's actually not good to put them on top of your own eyelashes. Why? Because, as I said, eyelashes falls out and new one come. But if you have the strip over the whole eyelash row, and you cannot grow through, and then that might stop your own eyelashes of growing. That's happening to me actually nowadays. And then you damage the growth of you and yes, the cycle of your own natural eyelashes. أنا سألتها دلوقتي على فكرة القطعة الواحدة بتاعة الرموش اللي أنا أصلاً دلوقتي مركباها، وقلتها إن أنا بشتريها قطعة واحدة وبركبها بالطريقة دي، فهي قالت لي هي حلوة لكن هي غير صحية تماماً. لانه فكره ان انت يبقى عندك من الاول للاخر كده زي ما بيقولوا بلوك مره واحده، تبقى انت ساده الرموش كلها، هيمنع فكره ان انت الرموش الجديده تطلع لك. يعني انت بتسدي المسام بتاعه رموشك بفكره القطعه الواحده. فانا طبعا بعد الحلقه دي هبتدي احط ال 1 باي 1 او ال 3 دي او الكلام ده، لان هي بتقول لي انه غلط جدا فكره ان انا احط رمش كامل من قدام لورا في عيني كده، خلاص ما فيهاش، مش هيبقى فيها رموش تاني. It is not a problem these eyelashes if you don't leave them too, if you don't care them too long. I mean if they stay for three weeks, it will have damage. But if it's for 3-4 days, it's not problem at all. Okay. هي بتقول انه ماشي ممكن تحطي الرموش اللي هي القطعة الواحدة دي، لكن تحطيها 3-4 ايام فقط لا غير وتشيليها. لو بعد كده هيبقى فيها مشكله وهتسد المسام اكيد. هي دلوقتي بتقوم بتركيب الرموش ال 3D، وزي ما هي قالت في الاول هي بتعملها بطريقه عشوائيه جدا، فهي مش بتحط مثلا 8 و8 و8 وبعدين 11، لا هي بتقول ان هي بتوزع ده على الصف بتاع العين علشان الموضوع يبقى شكله طبيعي. اوكي سو Which process. One you use more, the 8 or the 11? Length? Yeah. That depends of the length of their own eyelashes. If they have all short eyelashes, then we can go, let's say, the inside corner from 8 up till 10. Okay. But if the person has already long eyelashes, we can easy go start from 10 and up till 14. Because you cannot go too long. Your own eyelash must be able to carry it. And if it's too long, it might be too heavy on short eyelashes. Yes, you're so right. And they can break. أنا كنت دلوقتي بسألها على أطوال الرموش، فهي قالت إنه الناس اللي عندها رموش طويلة هي ممكن you said from 8 to up to 14. Fourteen. For the people that do have a long one. Yes. Right? Yes. Okay. هي قالت الناس اللي عندها رموش طويلة ممكن تستعمل من 8 لحد 14، هي ما عندهاش مشكله، انا كده كده رموشي طويله فهيبان برده طبيعي. لكن الناس اللي رموشها زي نور قصيره او قليله فبتستعمل لها من 8 ل 11، لان بعد كده هيبقى شكلهم فيك او شكلهم مش طبيعي. We do also the eyelashes on the under eyelashes, extensions I mean on the under eyelashes for those who want, or a little a few on the outside. And we do also the extensions in the eyebrows. How many minutes it takes? Full set of eyelashes, a new set, it's about 2 hours. يا نهار أبيض. ساعتين؟ Yeah. Because it's hair by hair. Okay. It's on each hair. Yeah, but it's not going to take 2 hours here. No. Okay. That's why I did 1 hour. Okay. I did one eye. Okay. And yeah, I just show now, you know, I can continue another time, but normally it takes so long. That's okay. I really like it. أنا بقولها إن أنا حقيقي يعني أعجبت بيه جدا. عايزين بقى نور تقوم لنا لو سمحتي كده من فضلك. وأنا مغمضة؟ لا فتحي بقى فتحي.
شيلي بقى تعرفي شيلي تحت عينك جوسي بليز جوسي كان بليز ريموف ذس وان فاش اون ذا ايز اون ذا ايز ايوه يس ثانك يو كده نور انا عايزه الكاميرا تعمل لنا بليز زوم ان على نور لو سمحتوا نور نور مركبه يمين ومركبه شمال مركبه يمين عدد قليل جدا من رموش ال 3 دي وهم بيوروكوا عندهم او احنا بنوريكي هنا دلوقتي ان انت عندك اهو مساحه في جفنك تعرفي توزعي الرموش زي ما انت عايزه بالكثافه اللي انت عايزاها الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه اليمين ده كده العين جاهزه خلاص فول سيت اسمها ايه بقى فول سيت يعني 3 دي الرموش 3 دي جوسي ثانك يو سو ماتش ات واز ا بليجر هافينج يو هير ان ماي بروجرام ثانك يو سو ماتش يا نور شكرا جزيلا ان انت نورتينا دلوقتي اهو جوسي ورتنا احنا نحط رموش ازاي باطوال ايه بعرض ايه وبتاخد منك وقت قد ايه يا رب تكون فقرتنا عجبتكم واستنوا لنا فقره جديده من هي وبس قلت لها لو حلفتي لي على الميه تجمد انه انا اكل فراخ بانيه وما تخنيش عمري في حياتي ما هصدقك. فهي ردت عليها وقالت لي طيب انا هوريكي وهوري مشاهدات هي وبس ان انتوا هتاكلوا فراخ بانيه ومش مش هتتخنوا. ناتالي انت اولا منورانا. ثانيا انا الانترو بتاعي اهو انه انت هتعملي لنا النهارده فراخ بانيه وانا هاكله وهصحى بكره الصبح هقف على الميزان مش هتخن بالظبط كده هفتن عليكي لا لا انت ليش اه شور طيب ناتالي النهارده انت هتعملي لنا ايه؟ انا النهارده جايه اتكلم عن البيليو لايف ستايل البيليو بيليو لايف ستايل اوكي دي طريقه حياه اوكي الفكره منها هو مش دايت هو حاجه ممكن الواحد يتخن عليها ويخس منها بس الفكره فيها ان انا باكل زي عصر اللي هو ما قبل الزراعه اللي هو من 10,000 سنه ايه الفكره من ان انا اكل اكل حاجه قديمه قوي كده ان انا باكل حاجات طبيعيه كلها ما باكلش اي حاجه فيها مواد حافظه ما باكلش اي حاجه مصنعه كل حاجه ناتشرال طبيعيه يعني انت هتاكليني اكل من 10,000 سنه بالظبط اكل طبيعي 100% طيب ليه عشان الصناعه اللي حصلت بقت عامله ضغط على الجهاز الهضمي بتاعنا وبقت هي دي السبب اللي بيجي امراض كتير والناس بطنها بتوجعها وبيجي امراض ان جنرال فهي فكره البيليو لايف ستايل ان احنا بناكل بطريقه صحيه زي جدودنا البيليو ده شبه الماكروبايوتكس لا هو مختلف شويه يعني الماكروبايوتك مثلا بيوافقوا ان الناس تاكل بينز والليجيومز بس بقول. البقول انما في البيليو ممنوع ناكل بقول ليه مسموح ناكل ايه بقى في البيليو البيليو مسموح اكتر حاجه ناكلها اللحوم والخضار والفاكهه الناس هتنبسط مني جدا على فكره والله والخضار اللحوم طبعا والاسماك والفراخ والخضار والفاكهه والمكسرات والحبوب طيب هنبتدي بايه النهارده اول حاجه هبداها انا عايزه اعمل يعني انجريدينت من انجريدينتس اللي هو دقيق اللوز دقيق اللوز دقيق اللوز ولبن اللوز دقيق اللوز ده بدل الدقيق ولبن اللوز بدل اللبن بالظبط احنا اللبن مسموح في البيليو مش كل انواع البيليو يعني البيليو درجات في اللي هو البرايمال اللي هو ابسط نوع لحد الستريكت اللي هو النوع الشديد قوي بس انا دايما بحب ابقى في البسيط يعني اوكي بس انا بعمل ليه لبن اللوز لان هو بنستخدمه في ريسيبيز كتيره قوي وهو غالي ان الواحد يشتريه فعايزه اوري الناس ازاي يقدروا يعملوه يلا بينا نعمل كده اوكي اول حاجه بجيب عندي اللوز وبقشره ده بنقعه في ميه الاول وبقشره اوكي وبعد كده بنقعه في ميه لمده قد ايه بنقعه في ميه لمده يعني لو ميه دافيه مثلا مده نص ساعه وبعد كده هو بيتقشر على طول اوكي بس هيبقى متقشر فهحطه في الخلاط قد ايه لوز انا المفروض احط على كل كوبايه لوز 4 كوبايات ميه
بعدين لا خلي بالك حطي ال ناحية تانية. انا بضربه في الخلاط كويس قوي. ايه الفرق ما بين اللبن الطبيعي ولبن اللوز؟ لا هو فروق كتير قوي بس هو اكتر حاجه ان اللبن اللوز مثلا ما فيهوش كوليسترول بس اللبن البقره فيه كوليسترول. لبن اللوز الكالوريز فيه اقل بكتير قوي. اللبن اللوز فيه بروتين وفيه كالسيوم بس لبن البقره فيه اكتر. بس فيه لبن سكيمد. فيه لبن سكيمد بس اللبن سكيمد بتبقى الدهون بس فيها اقل. لكن الكوليسترول عالي بالظبط بس مازال في ساتوريتد فات او دهون مشبعه. دهون مشبعه بالظبط. ماشي طيب. انما لبن اللوز ما فيهوش دهون مشبعه خالص. اوكي. فهو صحي اكتر وطعمه مختلف في نفس الوقت. يعني الناس اللي بتتبع نظام غذائي معين وعايزه تخس تشرب لبن اللوز. بالظبط. اللبن اللوز يعني هو فيه كالوريز بس هو الكالوريز اللي فيها اقل من اللبن البقري. اقل. وطعمه ايه بقى عشان عمري في حياتي ما دوقته. هدوقهولك دلوقتي. لا انا ما بشربش لبن. هو مش اللبن التقليدي هو طعمه مختلف. لا دي حاجه عايزه مش هدوقها في البرنامج اي حاجه لبن. لا ده هسيبه في الثلاجه لمده 12 ساعه هسيبه يتنقع كويس قوي زي ما هو كده. زي ما هو كده هنقله بس في حاجه يعني وهسيبه في الثلاجه. انا عندي واحد اوريدي انا سايباه في الثلاجه بقاله 12 ساعه. اوكي بصي حتى تلاقي الميه لونها غمق عشان اخذت كل الطعم بتاع اللوز. وبعد كده اللي بنعمله ان احنا بنصفيها. بنصفيه بقى بقماشه ممكن بفوطه مطبخ او ممكن بفوطه زي بتاعه الجبنه بتتباع موجوده في كل المحلات اللي بتبيع حاجات تجهيز مطبخ. طب وانت شايفه انه سعر لبن اللوز بعد ما انا هعمله هيبقى اغلى ولا ارخص من اللبن؟ لا ارخص بكتير. ارخص بكتير. هو اللوز كمنتج هو غالي بس لما اعمل انا لبن اللوز ودقيق اللوز يعني هي الميزه ان انا لما هشتري لبن لوز هشتري لبن اللوز بس ودقيق اللوز هشتري دقيق اللوز بس والاثنين مستوردين. بس لما هعمله في البيت انا بقى عندي المنتجين فوقفت عليا ارخص بكتير وفي نفس الوقت انا ضمنت انها حاجه بيتي يعني مفيش. انت دلوقتي بتصفيه بالقماشه. بالقماشه عشان هو هينزل فيه كلاكيع اللوز. اللوز بالظبط. اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا هاخد الفوطه او القماشه بتاعتي وهعصره كويس قوي. ايوه وليه قماشه؟ ليه ما يبقاش بس المصفى وخلاص؟ عشان الكلاكيع دي هتعدي ثرو المصفى او اللوز المطحون. ماشي. انا بعصره كويس قوي. اوكي وبعد كده هاخد بقى اللوز المعصور. طبعا هو المفروض يتعصر احسن من كده قوي يعني. وبعد كده بفرده في صينيه وبدخله الفرن. يعني بصي الباودر ده هو بقى باودر. بقى كله شمال. طب يعني اشرب شاي بلبن اللوز؟ ممكن. لا ما تهزريش. ممكن. يعني بديل اللبن في كل حاجه. بديل اللبن في كل حاجه. هو ليه طعم بسيط يعني طعمه مش لوز لوز بس هو بيديني لبن في الاخر. يعني صحي. اشرب شاي بلبن اللوز. ممكن. اوكي ما فيش حاجه اسمها. ده ده اللبن. ده اللبن. ده اللبن بعد ما اتنقع. عندها كوبايه ريحته حلوه فعلا. انا عايزاكي تدوقيه. ريحته حلوه فعلا. طب انت لزقتي بقى منه الباودر ده اللي هو طلع من القماشه صح كده؟ بالظبط. الباودر طيب. ده هحطه على ورق زبده عشان استخدم ايديا. اوكي بس بقى بعطره كده. ما تقوليش ان هو ده هيبقى الدقيق. ده هيبقى الدقيق. لا والله هو ده الدقيق. يعني منفعه من الناحيتين بعمل بالزبط. لبن وبعمل دقيق. بالظبط. اللي هعمله بقى ان انا هدخل ده الفرن على درجه حراره واطيه تكون 70 80 درجه مئويه ويتساب بقى يعني ممكن ياخد 3 4 ساعات في الفرن لحد ما نلاقيه نشف.
3 4 ساعات بالظبط مش هيتحرق؟ لا، ما هو درجه حراره واطيه قوي اللي هي كام؟ 70 80. وهتلاقيه نشف، يعني اول ما نلاقي الرطوبه راحت منه نطلعه، وبعد كده نحطه في الخلاط تاني او في الكبه لحد ما يبقى بودره خالص. السعرات الحراريه اقل بالظبط، الدنيا اصح اكتر بالظبط، مش هتخن بالظبط، وده اللبن. وده اللبن اهو. واو. ويتحط في التلاجة، ده اللبن ده ممكن يتشرب في أي وقت. وعلى فكرة ده ممكن لو أنا سبته مبلول كده قبل ما نشفه في الفرن ممكن أستخدمه أحطه في سمودي أو أحطه على زبادي وأفطر بيه. صح. وجرانولا مثلاً أو كده. طبعاً هو جرانولا مش باليو، بس لو حد حابب أنه يعمل حاجة صحية خلينا في الباليو بالظبط. نخش بقى في الفراخ البانيه اللي مش هتتخنى. ندخل في الفراخ البانيه دلوقتي. عندي صدر فرخة. طيب أوكي، هعمل لها المارينيشن او التتبيله بتاعتها بشويه لبن رايب. اوكي، وممكن استخدم لبن اللوز ماسترد او مستردو، ده التتبيله بتاعتي. اوكي، وملح وفلفل. تاني كده نقول فراخ، فراخ لبن رايب لبن او عليه لبن لوز. اوكي، ومستردو. ماشي. اوكي طيب. والدقيق ده بقى يا ناتالي ممكن نستعمله في السمك، في اللحمه، في يعني فراخ بس ولا لا؟ في كل حاجه. في كل حاجه. انا الدقيق ده بقى ممكن استخدمه اعمل بيه كوكيز، اعمل بيه كب كيك. كانه دقيق فعلا. كانه دقيق. استخدمه عظيم. في بانيه فراخ، بانيه لحمه، بانيه سمك، كل احطه حاجة. على وش مكرونه مثلا، وات ايفر اي وانت. اوكي ماشي. ما عايزه بس عايزه ايه؟ عايزه معالي اهي. كنت عايزه بس ماسك بس خلاص استخدمها بايديا. انا متعوده على انا عندي صدر فرخه قطعته باتر فلاي. باتر فلاي يعني فتحته بس كده من نصين. مش نص، يعني هو مازال لسه ملتصق في بعضه. ماشي اوكي. بعمل ميكس ما بين المستردة، معلقه مستردة مع واللبن. كوبايه اللبن. طبعا هو المارينيشن ده مش ثابت، بس انا بحب المارينيشن ده. ايه ميزه ان انا احط لبن رايب؟ اللبن الرايب ان جنرال بيبقى فيه بيكسر البروتين بتاع الفراخ شويه. مش بيكسرها اللي هي بيسلبها يعني، بس بيكسرهم. فبالتالي اللي بيحصل ان بيخلي الطعم يدخل جوه الفراخ اكتر، الفليفرز تدخل جوه الفراخ، ده حاجه. والحاجه الثانيه ان هو بيخلي الفراخ اطرى. ماشي. انا هحطها على الفراخ وهسيبها مثلا تتنقع فيها، مش محتاجه وقت كتير، ممكن نص ساعه. طيب من نص ساعه ممكن تتساب، لو سيبناها بالليل في الثلاجه برضو تبقى حلوه قوي. مستردة وملح وفلفل ولبن. بالظبط، لبن رايب. اوكي. لا مش لبن رايب بقى، لبن بتاعنا. لبن رايب على لبن لوز. عشان ماشي. الفكره بس ان اللبن رايب فيه حاجات معينه بتكسر ال يعني انت الوصفه دي بلبن رايب. بالظبط. ماشي. اوكي. خلاص انا هسيبها كده تبقى مارينيتد نص ساعه، وهشتغل على التتبيله او البانيه اللي انا هسوي فيه. ايوه عايزه بقى هتعملي ايه؟ اوكي عايزه طاسه بس. فين الطاسات؟ اكيد هتلاقي طاسات تحت ال اوكي. فين بقى البانيه والدقيق والحاجات بقى هتعملي ايه؟ انا بس عايزه اشغل ده. ايوه اعملي دوسي بقى على ال ايوه انت ايوه بس حلو قوي. اللي هعمله ان انا اول حاجه هستخدم عندي زبده. اوكي، وعندي بصل مفروم ناعم. طب ما الزبده بتتخن يا ناتالي. الزبده بتتخن، بس مش لازم استخدم زبده، ممكن استخدم كوكونت اويل او زيت اللوز، زيت سوري الجوز الهند. ده مش هيتخن. بس انا للاسف ما كانش عندي زيت جوز الهند فاستخدمت زبده. انا لسه شايفه هنا زيت جوز هند اهو. شو ده زيت جوز الهند؟ ممكن استخدم زيت. طيب. جوز. اوكي. احنا وعدناهم ان هم مش هيتخنوا مع الفراخ التانيه. هو طبعا هو فيه شويه دهون، بس الدهون اللي فيه مش نو واي تبقى زي ان انا اقلي. صح. اوكي، وعندي جبنه بارميجان. ماشي. وجبنه البارميجان باليو عشان هي جبنه قديمه. اي جبنه قديمه
لا هي الفكره ان هو زي ما بقول لك الالبان اختلفوا عليها هي بيليو ولا مش بيليو، بس الجبنه الاجبان القديمه قالوا عشان هي فيها البكتيريا عملت الشغل بتاعها فبقت كويسه للبطن. اوكي ماشي. بابريكا، توم باودر. اسم ايه ده؟ بابريكا. بابريكا بابريكا اوكي. وتوم مفروم. شطه بالظبط. لا مش هي مش شطه، هي بابريكا ده ما بيبقاش. امال ايه بابريكا؟ فلفل حلو. فلفل حلو بودره. موجود عند العطار وموجود في كل حل. ماشي اوكي. عندي روزماري. ماشي. وبيضه. اوكي هي الفكره من الروزماري بقى ان الروزماري حاجه صحيه قوي. في كالسيوم وفي حديد. أوكي. ومعظم الناس ما تعرفش ان الروزماري ليه اي فوائد. يعني انا استخدمت او شويه معلقه جوز هند، معلقه زيت جوز هند. اوكي سخنت، احط عليها شويه بصل مفروم. عايزاها بس تبدا تطرى شويه. ماشي. ممكن نجيب بقى لبن ده نخليه كده. اوكي انت عايزه الدي ده؟ هحتاجه. طيب. بس ممكن احطه على جنب. لا خلاص انا كده تمام. هجيب كاتنج بورد. هفرم الروزماري. عندي سكينه غلط. هتفرميه ازاي بقى؟ هقطع بس الروزماري شويه. أفرمه ناعم. هو روزماري بيدي غير انه بيدي طعم زي ما قلت لك فوائده كتير كتير، والناس مش يعني مش مقدرين، وانا الصراحه شايفه ان هو متاخد حقه. مش واخد حقه. وانا الفراخ دي هقدم جنبها اكله انا بحبها قوي، هي بسيطه جدا، خضار سوتيه بس بطريقه مختلفه. هي. على شكل الفاتوتشيني. اوكي اللي هي المكرونه الفاتوتشيني. برضو خليني اطلع طاسه ثانيه. بتشوحي البصل على النار بالظبط قد ايه بقى؟ بشوحه لحد ما يطرى، يعني هو انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يطرى. يحمر؟ لا مش عايزاه يحمر. مش عايزاه يحمر. عايزاه بس يطرى شويه. نفس الوقت هسخن دي. زيت ال ده ابتدى ياخد لون. خلي بالك البصل. في الحالة دي هقوم حط عليه على طول الدقيق. الدقيق اللي احنا لسه عاملينه. دقيق اللوز اللي احنا لسه عاملينه. اوكي. كم معلقة؟ حسب الفراخ اللي عندي، بس هو ده انا دلوقتي هعمل صدر فرخة واحد، فهحط اربع خمس معالق كبار. وهقلبه برضو كويس. هو هيديني الإيحاء ان هو ناشف، وهو فعلا بدأ ينشف. الزيت اللي احنا حطيناه فيه في الاول هو ده اللي هنستخدمه، هو ده اللي هيقلي الفراخ في الاخر في الفرن. اوكي واحط عليه الروزماري اللي احنا لسه مقطعينه. طيب نحط عليه شويه توم باودر. ماشي. شويه صغيرين، معلقه صغيره توم مطحون بالظبط. توم بودرة. واللي هو الفلفل الحلو. معلقة برضو. بس ده حراق الفلفل ده ولا مش لا. حراق؟ لا مش حراق. مش سبايس. لا لا ده فلفل حلو، هو بيبقى اسمه فلفل حلو. ماشي. اوكي وهقلب برضو الميكس بتاعي كويس قوي. ده بديل بقى ايه؟ البقسماط والدقيق. بدل البقسماط بالظبط. أيوة. بدل البقسماط والدقيق. الفكرة ان البقسماط مليان كربوهيدرات. اللوز ما فيهوش كربوهيدرات. وبعد كده تاني حاجه، طب انا ليه ما باكلش دقيق؟ يعني ليه ممنوع الدقيق في البيليو؟ عشان الدقيق بتاعنا دلوقتي مطحون بمطاحن حديد على درجات عاليه قوي. فبيسلب الدقيق اي حاجه بالظبط، اي فوائد بالظبط، فبيبقى ملوش لازمه. فهو انا ليه اكل حاجه، ليه ادخل جسمي حاجه هي ملهاش لازمه او ما بتفيدنيش من الاخر؟ يعني احط بقى البارميجان. عندنا بارميجان كتير.
مش لازم احط بارميجان ومش لازم احط توم بودره ومش لازم احط فلفل حلو، ممكن اعمل الميكس اللي انا عايزاه. اي توابل مع اللوز هتدي فليفر حلو، بس انا بحب اعمل الميكس ده، ده اللي انا شخصيا بفضله يعني. اوكي ماشي. اللي هعمله دلوقتي ان انا هكسر بيضه. البيضه بقى فين؟ بيضه اهي. ازاي تعملي فراخ بانيه من غير ما تتخني؟ ده انا عايز اقولك ان انا بعشق حاجه اسمها فراخ بانيه والله العظيم. بصي هي الميزه ايه؟ ان الفراخ البانيه العاديه قطعه الفراخ البانيه الواحده ممكن تبقى مثلا 600 كالوري عشان بتتقلي وبعيش وكاربس عاليه جدا وزيوت عاليه جدا، انما الفراخ اللي احنا هنعملها دلوقتي دي مثلا 250 كالوري. لا فهي كالوريز بس هي كالوريز اقل. يعني انا واحده بمقام 2.5 من اللي احنا هناكلها بالزبط. دلوقتي فهمت. هحط شويه ملح وفلفل. انا هبقى مدمنه. والدهون هي اهم حاجه، الواحد دايما ما يبصش بس على الكالوريز، يبص كمان الدهون والبروتين والكارب اللي في كل حاجه. حطيت ملح وفلفل. وملح وفلفل بالظبط، وهحط شويه لبن لوز من اللي احنا عاملينه. ماشي عشان اخففه شوية صغيرين قوي. شوية صغيرين. انا برضو ما زلت عايزاكي تجربي لبن اللوز. لا معلش. دي الحاجة الوحيدة اللي انا مش هدوها ابدا مهما حصل. بس هو طعمه حلو. طيب ماشي. وبعد كده دلوقتي هاخد الفرخة اللي انا تبلتها احطها في البيت. ايوه اوكي. وهحط جنبي هنا الناحية التانية. ايه بقى؟ انا بدور على حاجه. ممكن اخد الصينيه دي. ماشي اشيل الكندا. هاتي ده وخدي انتي الصينيه عشان تحطي عليها التتبيله بتاعتك. بالظبط. اللي هتبقى بديل البقسماط وبديل الدقيق بتاع الفانيه. انا حطيت بس حاجه ارفع بيها دي، هحط الفراخ على دي. وليه عملت كده؟ عشان انا عايزه الهواء السخن اللي في الفرن يلف على الفراخ. مش هنقليها؟ لا مفيش. مش هنقليها؟ لا انا هعتمد ان الزيت اللي جوه هنا اللي انا حطيته زيت الجوز الهند اللي انا حطيته جوه هنا هو اللي هيقليها جوه الفرن. عشان كده قلتي مش هتخنى. اقتنعتي؟ اقتنعت. اوكي انا دلوقتي حطيتها في البيت. ماشي بعدين تحطيها في التتبيله بتاعتك. حطها في التتبيله وغطيها كويس قوي بقى بالتتبيله بتاعتي. هي طبعا دي مش زي البقسماط العادي، فهو برضو لازم اضغطه فيها. يعني البقسماط العادي بيمسك اسرع طبعا. بس هو كانك فعلا يا ناتالي حطاها في بقسماط. تصدقي ما هو شكله زي البقسماط بالظبط. بس هو صحي. اوكي ماشي خلاص غطيها كويس قوي. اوكي نحطها على الستاند ده، وزي ما قلت الستاند ده عشان تستوي من كل النواحي ما تلزقش في الطاسه من تحت. وهدخلها الفرن. هتدخليها الفرن؟ بالظبط. هتدخليها الفرن قد ايه؟ هدخلها الفرن لمده ربع ساعه. ربع ساعه بالظبط. اوكي. هي هتستوي بسرعه لان الفراخ نفسها زي ما قلت لك احنا حاطينها اوريدي. يعني الموضوع ما فيهوش قليه؟ لا خلاص. هي اسمها اوفن فرايد يعني مقليه في الفرن. طب ممكن نعرف لما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي؟ طبعا هوريها لك. هنحطها في الفرن لمده ربع ساعه على درجه حراره قد ايه؟ على درجه حراره 200 220. 200 220 بالظبط. زي ما هي ما قلبهاش. لا ما تتقلبش ولا اي حاجه. ما هي عشان كده انا حطاها على ستاند. وهقدم جنبها هوريهولك على طول دلوقتي. اوكي. هقدم جنبها شويه خضار سوتيه معمولين على شكل المكرونه زي ما قلت لك. عندي جزر. اوكي انا مقطعه شرايح هديله تقليبه. وبصي دي انا عايزه اوريكي هتاخد وقت سريع ازاي. طيب انتي مقطعاه شرايح بالظبط. وكوسه وفلفل الوان اللي هو الاصفر. لا ده مش فلفل الوان. ده ايه ده؟ ده قرع. قرع؟ والقرع برضو من الخضروات اللي مفيده جدا ومليانه يعني مليانه ايرن ومليانه كالسيوم ومحدش عارف خالص محدش بياكلها يعني. والكوسه. اوكي. هقلبهم بس يبقوا سوتيت. هعملهم سوتيه سريع. حط عليهم برضو في زيت جوز الهند. برضو في زيت جوز الهند. ماشي.
واحط عليها شويه ثوم مفروم ثوم فريش. الثوم بيتخن يا ناتالي؟ الثوم بيتخن؟ لا 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 ما بيتخنش. الثوم خضار يعني. انا الثوم بالنسبه لي حاجه من الحاجات الطبيعيه اللي بتدي طعم قوي قوي لاي حاجه. اوكي بس هي كده بقى استوت. بس كده؟ بس كده. سوتيه سريع للدرجه دي. ممكن اللي اعمله لو حسيت لو الكميه عندي اكتر من كده ممكن اقوم حاطه معلقه ميه ومغطيه فبعمل له بخار. طب وما احطش ملح وفلفل؟ ممكن احط شويه ملح وفلفل. انا مش من هواة الملح والفلفل. بس كده شويه ملح شويه فلفل. طيب طيب هنحط ده في الفرن دلوقتي. بالظبط هوريكي ده بعد ما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. عندنا الطبق بتاعنا. أوه. بعد ما طلع من الفرن. اوه طيب شوكا وسكينه بقى لو سمحتي كده عشان نشوف التاني بتاعك لما ما بيتخنش ده. شوكا سكينه. ثانك يو. شكرا جزيلا ليكي. ده فاني بجد. انا عايز اقول لك انه بجد هي طعمها حلو. وعايزه يعني انا افتكرت دلوقتي انه انا عايزه اشكرك وعايزه اشكر كل الضيوف الاعزاء اللي شرفوني في فقره التغذيه لانه حقيقي كلهم ستات شكلها حلو قوي. ستات شكلها زي القمر. ناجحين جدا في الكارير بتاعهم وطعم اكلهم حلو. انا عاده او عامه ما بعرفش اجامل حد فانا لو كان الاكل بتاع اي حد طلع مش خطير كنت هقول. الفراخ البانيه عظيمه لازم تعملوها. يا رب تكونوا استفدتوا معانا ودلوقتي تقدروا تروحوا لاصحابكم وتحلفوا زي ما ناتالي اثبتت لي على الميه تجمد انه هعرف اكل فراخ بانيه من غير ما ادخن. استنونا فقره جديده من هي وبس. طلبتوا مننا كتير جدا ان احنا نقدم لكم فقره الدفاع عن النفس لانه احنا متفقين انه فعلا بيتم التحرش بينا كتير جدا في المواصلات وفي الشوارع وعند البقال وفي الخروجات والى اخره. لكن احنا بقى فكرنا ان احنا نطور من ده. نطور من ده ازاي؟ طيب بدل ما نتعلم ازاي ندافع عن نفسنا طب ما نتعلم ازاي نحاول نتجنب ان الناس تتحرش بينا. وده هنعرفه من الخبير الامني محمد دربالة. منورنا. اهلا بيك. مبسوط معاك. محمد احنا دايما في فقره تقدري بنقدم يعني بعض الافكار ازاي الستات تعرف تعمل حاجات احنا ما كناش متخيلين خالص ان احنا ممكن نعرف نعملها. قدمنا قبل كده اعتقد من حلقتين وفي تاني حلقه او تالت حلقه على ما اعتقد ازاي تعرفي تدافعي عن نفسك لما حد يتحرش بيكي. لكن انا عرفت ان انت بتدرس او خدت كورس او حاجه ازاي بقى انا كواحده ست اتجنب ان حد يتحرش بيا او يعكسني. فانا بقى عايزه افهم ازاي انا ممكن اعمل ده. وطبعا الفكره بتاعتك هايله وديت ماشيه مع مثل يعني الوقايه خير من العلاج. فانا مش لازم اقع في موقف وابتدي اتصرف فيه. دي بتبقى مرحله اثناء مرور الحدث. فعلا انا خلفيتي امنيه وخدت تدريب في امريكا على موضوع الامن الذاتي ودوت مش معروف جدا في مصر يعرفوا الناس المتخصصين اكتر. مظبوط. وهو مجموعه من الاجراءات والترتيبات اللي لو الواحد عملها وبقت زي عاده في حياته هيتجنب ان يقع في اي مشكله. التحرش، حادثة الطريق، حريقه في البيت. اسمه الامن الذاتي. الامن الذاتي. طيب ممكن تشرح لي بقى كده هنبتدي بفكرة ان انا ازاي اتجنب ان حد يتحرش بيا. انا ايه الحاجات الغلطات اللي بعملها اللي توقعني في الموقف دوت عشان اتجنبها. وبعد كده هنخش في حاجة تانية ايه الاسلحة اللي معايا. الاسلحة مش معناها اسلحة مادية. اسلحة كلها هنا طريقة تفكير. تمام. أوكي. ايه الحاجات المشاكل اللي احنا بنعملها. اول مشكلة حاجة غريبة جدا اسمها سوبرمان سيندروم. سوبرمان سيندروم. سيندروم. ترجمتها يعني ايه اللي هو انا بحكي لك النهارده رضوى اسكتي ده فلانه فلانيه اتخطفت
فلانه الفلانيه عملت حادثه، فلانه الفلانيه حصل لها تحرش. ده شيء طبيعي على فكره، مش حاجه غلط يعني. بتاخدي الخبر تسمعيه تتعاطفي معاه شويه، وبعد كده بتقولي مش هيحصل لي. عندك احساس ان ايه، انا سوبرمان. صح. حتى لو انت ما عندكش اي معلومه ولا بتدافع عن نفسك اي حاجه. وده بيحصل برضه في الامراض، بس ده مش جزء يخصنا. الجزء يخصنا موضوع الامن. فلان ابنه اتعور، اتخطف، فلان اتحرش بيها حد، بيجي لك احساس بايه؟ بالتعاطف، لكن انا شايفه نفسي ان انا مش هيحصل لي كده. مع ان صح. الناس اللي حصل لهم التجارب ديت لو يرجع بيهم الزمن كانوا محطوطين في نفس الحكايه، وتساليه هل ممكن كنت تتخيل ده يحصل لك؟ يقول لك لا خالص. طب انت كنت جاهز ليه؟ لا ما انا محصلين. فده معناه يا محمد انه اول حاجه احنا لازم نحطها في بالنا، انه احنا ممكن نقع في الموضوع ده في يوم من الايام. بالظبط. فانا يكون عندي حذر. حذر واستعداد. واستعداد. بالظبط. اوكي طيب. حذر واستعداد بالظبط. انت سهلت عليا الموضوع جدا. اوكي. حذر واستعداد دوت هتطلب مني ايه؟ هتطلب مني يبقى فيه وعي وادراك باللي حواليا. النهارده انا اول ما دخلت دلوقتي الاستوديو سالتهم، قلت لهم فين مخرج الطوارئ؟ خلاص بقت عاده فيا. لو حصل حاجه اخرج منين؟ فشاور لي، قال لي واحد هنا، باب هنا، باب هنا. ايوه بس ده عشان انت دارس ده. حلو. لكن احنا مش طيب. دارسين. انا هقول لك على تجربه دلوقتي غريبه جدا. لو الموضوع شايفاه صعب او الناس المشاهدين شايفينه صعب جدا، الموضوع سهل قوي. ايه رايك في تجربه لو قلت لك يا رضوى عندي طريقه تتنقلي بيها في مصر في وقت قليل جدا، بس ليا شرط. ايدك تبقى واقفه كده تمام لمده سنه، اوكي، ورجليك هتبقى واقفه كده وتفضلي باصه كده على طول، ومش هينفع تبصي وراكي، بس خدتي ميزه التنقل من مكان لمكان بصوره سهله وسلسه. تقدري تعملي كده لمده سنه؟ طيب انت بتعملي كده بقالك 20 سنه، انت بتسوقي عربيه، دي قياده السياره، الموضوع بالعاده انت كلنا بنعمله. احنا كلنا دي وضعيه السواقه، ما بنبصش ورا. الحاجه الاخطر انت بتعملي حاجات تانية وانت بتسوقي، انت ممكن بترد على التليفون، ممكن صح. جنبك حد بتدي له ورقه. لا، وفي بنات بتحط مانيكير، وفي بنات بتحط. طبعا ده كله غلط، وده ليه حاجات تانية من بنحذر منها، اللي هي الديستراكشن درايفر. بس انت بتعملي حاجه اصعب منها، يعني اللي انا بقوله دوت سهل بالنسبه. طب قول لي بقى، قول لي الستات دلوقتي بيتفرجوا علينا عايزين يعرفوا منك احنا هنعمل ايه علشان نتجنب انه الناس تتحرش بينا. تمام. انا زي ما قلت لك الموضوع مايند سيت، الموضوع كله هنا. تمام. احنا بنحاول نمنع ان ده يحصل. تمام. ففي شويه تعليمات وحاجات لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه، احساسك ثقي فيه جدا. الست دايما عندها الغريزه ديت. لو حسيتي ان انت في حفله، حسيتي ان انت في مكان راكبه مع سواق تاكس، حاسه ان في حاجه غلط، لازم تاخدي اكشن. تمام. يعني مثلا انت راكبه مع سواق تاكس، ايه انسب مكان تقعدي فيه؟ ورا. ورا وراه ولا ورا يمين؟ ورا. ممتاز، حلو قوي. انا عارفه كده كويس. عرفتيها منين؟ يا معلومه حد قالها لك، يا شفتيها مع حد، يا حصلت معاكي موقف. احنا لما بنقعد نذاكر للبرنامج شويه، يعني بيبقى عندنا شويه، يعني نقول تفاصيل بخصوص الموضوع ده. فاحنا كنا عارفين انه كنا بنتكلم عن الست تعمل ايه لو حد تحرش بيها من بره التاكسي مش من جوه. صحيح. فقريت انه احسن حاجه لينا لو احنا ركبنا تاكسي ان احنا نقعد ورا السواق. صحيح صحيح بالظبط. طيب لو في حاجه برضو تجربه جميله عملها جدا، قال لك طب عشان نجنب الناس التحرش، طب ما نسال الشخص اللي قام بالتحرش، انت بتبص على ايه؟ بتدور على ايه؟ ايه المواصفات في الشخص اللي عايز يتحرش بيه؟ ده حقيقه فعلا، ودي تجربه تمت في امريكا. قعدوا مع الناس اللي هم قاموا بالتحرش او حتى بالاغتصاب، قالوا له ايه مواصفات الضحيه؟ قال ايه؟ المتحرش ده قال ايه؟ قال اول حاجه احنا بندور على الست، انا هقولها كده بالبلدي، الست الملهيه. مش مركزة وهي ماشيه، معاها تليفون وبتشوف، بتفتح الشنطه وفواتير والواد على كتفها او ماشي خارجه سوبر ماركت، تايهه. قال لك ده انسب ضحيه، بيسموها سوفت تارجت، الهدف السهل. عارف ان هي مش مركزه، هي اصلا مش شايفاه، ممكن تكون هو قدامها على مسافات قريبه هي مش شايفاه. صح. ايه تاني؟ قال لك انا بدور على ست اللي شعرها اقدر امسكه طويل،
مش معنى كده ان احنا نقصر شعرنا، لا انا بتكلم ان احنا لازم نلبس. ايوه بس احنا عندنا التحرش هنا في مصر يعني بيبقى معظمه، احنا انت عارف ان احنا دوله اسلاميه. صحيح. وعندنا كم محجبات عظيم حصل جدا. حصل. وبيتحرشوا بيهم. صحيح برضو. صحيح. بس انا عاوز اقول لك هو طبعا لا يلام الضحيه، لا تلام باي شكل من الاشكال، فعلا في محجبات، في ناس احيانا منقبات برضو بيتم التحرش بيهم. بس السر في دوت عاوز اقول لك حاجه، ان هو الشخص المتحرش لقى فرصه انه يتحرش بالبنت. انها تايهه؟ تايهه، انها في وسط تجمع، هو مع ناس كتيره فخدته القوه انه ممكن يتجرأ يعمل حاجه زي كده. طيب ووسائل المواصلات زي مثلا الاوتوبيسات. صحيح. الستات بيتم التحرش بيهم عيني عينك. بالظبط. ده ايه؟ صحيح، ده برضو احنا زي ما قلت لك الضحيه لا تلام. احنا لازم نتكلم هي تعمل ايه؟ لو هي في وسيله مواصلات إيه؟ لو هي في وسيله مواصلات تمام، ما تديش الفرصه لكده ان هي مثلا تركب عربيه السيدات. لو لقيت ان في ما لو لقيت ان في حد شايفاه ان هو بيقرب منها تبتدي تستنجد بالناس. يعني زي ما انت قلتي احنا دوله اسلاميه يعني ايه ما فيش ناس نقدر يساعدوا؟ لا طبعا في ناس. طب لو حصل لها موقف زي ده تزعق ولا تسكت؟ لا بصي انا هقول لك على حاجه، المواقف زي ديت يعني مش هتقول لك ان لازم اكون انا فيها عشان اقول لك تعمل ايه، عشان كده قلت لك في الاول هي طريقه تفكير الشخص. لو انا اهو ركبت وسيله مواصلات عفوا وتم التحرش بيا، ازعق واقول الراجل ده بيعمل كذا؟ ازعق. طبعا ازعق طبعا. ولو ضربني؟ لا الموضوع احنا مش عايزينه يوصل للايذاء البدني. فانت قصدك ان انا ابعد شويه عن الراجل واقول ان الراجل ده بيعمل كذا؟ بالظبط. اوكي. والناس هتقوم بالواجب. الناس هتقوم بالواجب. طبعا طبعا. في ما نتوصاش. يعني في حاجه زي كده. انا عاوز اقول لك على طريقه ثانيه برضو حلوه قوي، دي لو اتفهمت هتحل علينا مشاكل كتيره. في مثلث اسمه مثلث الجريمه. الحته دي مهمه قوي ركزي معايا. مثلث الجريمه هو اي مجرم متحرش او هيسرق او يعمل اي حاجه عشان ينفذ جريمه لازم له ثلاث عناصر، لو كسرنا واحد منهم من العنصر ده الجريمه لا تتم. اللي هم اول حاجه الرغبه، هو عنده رغبه انه عاوز يسرق، دي رغبه، دي حاجه جواه مش هنقدر نتحكم فيها. اوكي. الحاجه الثانيه القدره، ان هو عاوز يسرق ديت فابتدى يجهز عصابه، ابتدى يجهز سلاح، ابتدى ينزل يراقب، ابتدى يعرف رضوى ساكنه فين فينزل لها يراقبها، دي اسمها قدره. الحاجه الثالثه والاهم وعليها 80% الفرصه. انا اللي بديله الفرصه، فاذا عندنا اول حاجتين مش بتوعنا ما نقدرش نتحكم فيهم. انا بديله فرصه ازاي؟ انا بديله فرصه ان انا امشي تايهه، امشي في شارع ضلمه، مش مركزه، بنسى حاجاتي، التليفون خطير جدا، الموبايل خطير جدا، من اخطر الحاجات اللي بيخلي البني ادم تكاد تكون نسبه تركيزه زي الشارب او سكران موبايل. هم بينقوا الناس دي. يعني انت بتقول ان الخطوه الاولانيه ان احنا نتجنب ان يتم التحرش بينا كستات، واحد ان انا اكون دايما على وضع الاستعداد. صح. انه انا في يعني وانا نازله انا سيناريو. بقول ببقى alert، ببقى alert. منتبهه alert. بالظبط، انه انا ممكن يحصل لي ده. اليرت دوت اللي هو بيدوله اللون الاصفر زي اللي انت لابساه. اوكي. Alert. منتبهه. واحد منتبه اوير باللي حواليا. بالظبط. اتنين انه اكون ماشيه مركزه. بالزبط. يعني انا ما افضلش ماشيه في الشارع ماسكه التليفون، رايحه عربيتك في الجراج ابتدي اخد لفه حوالين العربيه كده اهوت. يمكن حد مستخبي لي ولا حاجه. كاوتش نايم فيقف بيا العربيه في حته شارع ضلمه يتم التحرش بيا ساعتها في الوقت ده. هي دي الفرص اللي احنا بنديها غصبا عننا بقله معرفه للشخص، فبنبقى نقول كده ايه على طبق من طيب. وانا نازله من البيت دلوقتي. ممتاز. العمارة. هقولك قبل ما انزل من العماره دي ليها سيكونس طريقه. اتفضل. قبل ما تنزلي من العماره اطلع ابص في البلكونه، اكشف الشارع، اشوف ايه الغريب اللي في الشارع. نزلت ما اخرجش من باب العماره على طول، كلنا بنعمل كده، ننزل تطلع جاريه متسربعه العربيه، اقف شويه على باب العماره اكشف اشوف ايه اللي بيحصل.
يعني انا بتفق معاك في ان انا ممكن اطلع من باب العماره ابص يمين وشمال، لكن فكره ان انا كل يوم هنزل بصي هفتح البلكونه هبص ايه اللي بيحصل في الشارع، يعني خلينا متفقين ده مش هيحصل. بصي اللي انا عارف اللي انا بقوله هو غريب شويه تمام، بس دي عاده. ايوه بس انا يعني ازاي هعرف لو انا حتى فتحت البلكونه او الشباك يا محمد، ازاي هعرف ان في واحد متحرش واقف لي تحت البيت؟ انا بقول احنا بنشوف ايه الحاجه الغلط. خدي بالك زي ما انت فتحتي البلكونه وبصيتي وقفت قدام العماره قبل ما تطلعي، هو بيلاحظ ده، فلما بيلاحظ الكلام دوت لا انا بتكلم على المتحرش اللي انا بقابله صدفه في الشارع، اللي انا بسيب عربيتي ونازله رايحه كشك اشتري منه شوكولاتايه فبقابله في الحته دي، اللي انا وانا بركن عربيتي فبعدي الناحيه الثانيه عشان رايحه لصحابي او لامي في بيتها او كوافير او كذا. وانت ممتاز، لو قلنا الموقف الاخير ده، انت بتعدي الشارع رايحه لاصحابك بالظبط، هل معديه عينك شارب بصه كويس مركزه جاده، ولا معاكي تليفون وبتضحكي بصوت عالي وشنطتك سحبها وراكي؟ هو ده اللي بقوله. فهمت. دي الفرصه اللي هو يقول ده هدف سهل او دي واحده شارب لو قربت منها ممكن تعمل حاجه كنت تزعق. هل المتحرش مواصفات برافو عليكي سؤال او خصائص بالظبط بيجتمعوا كلهم عليها؟ هقول لك، زمان درسنا في القانون كان في نظريه مشهوره قوي اسمها نظريه لومبروزو، كان الراجل دوت اسمه كده، الراجل كان طالع بيقول ان يا جماعه المجرم ليه مواصفات معينه، ودنه ليها مقاس وبقه ومراخيره، وبعد كده النظريه ديت اتدمرت تماما لما لقوا بعد كده في مجرمين بيسموهم المجرمين الوايت كولر اللي هم المجرمين ذو اليقات البيضاء اللي هم الناس البيزنس يعني الناس معاهم فلوس يعني. المتحرش ملوش شكل دي اللي عندي، وملوش سن وملوش عمر. مظبوط تمام، لكن في خصائص. ما الخصائص بتاعته دايما زي ما بقول لك في فرصه، يعني في ناس عينيها زايغه مثلا نقدر نقول ان ده ممكن المتحرش يكون مع الضحيه اللي احنا بنتكلم عليها تكون دي اول حاله تحرش ليه. تمام. الشطاره ان انا اللي اقدر ان انا احمي نفسي من بالزبط. ده بالظبط. طيب ده وكله قبل لو عملت الاجراءات دي كلها تم التحرش بيا، اعرفي يقينا ان انا في حاجات من الحاجات اللي قبل كده وقعت مني، فبالتالي هيجي الدور بتاع الحلقات اللي فاتت اللي هو الدور ايه التعامل ساعتها بقى والالتحام ازاي تدافع عن نفسك، ازاي تدافع عن نفسك. خلاص بقى احنا دلوقتي في وضعيه بيسموها يعني فايت اور فلايت، خلاص انا بتعامل مع الشخص اللي قدامي تمام او اهرب. طب انت يعني بتنصح الستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي لو لا قدر الله تم التحرش بيهم لا قدر الله، تواجه ولا تجري؟ على حسب الموقف. انا بقول لو لقيت فرصه اكبر انا ميال اكتر للهروب. للهروب لان هو عنده ميزه، خصوصا لو انا مش مركز، عنده ميزه هي ميزه المفاجاه. لو انا شخص مش مدرب على ان انا ابقى واعي بالحاجات اللي حواليا مركز الكلام ده كله، هيبقى هو معاه عنصر المفاجاه. عايز اقول لك ان في بعض المتحرشين المسافه بينه وبين الضحيه قبل ما يتحرش بيها تكاد تكون مفيش يعني. لكن هي مش شايفاها، هي مش مركزه، هي بتتكلم في الموبايل بالظبط، وعقلها متبرمج على حاجه معينه ما تعرفش غيرها. يا محمد انت نورتنا النهارده يا رب، وشكرا جزيلا ليك، وقلت لنا كلام مفيد ومهم جدا، وانا بتفق معاه. انا بتفق معاه جدا في فكره ان احنا بقى عامه في حياتنا احنا ما بقيناش مركزين. صحيح. فمحمد دربيله بيقول لنا النهارده ان انت تقدري تمنعي ان حد يتحرش بيكي بس بان انت تكوني متنبهه جدا للي بيحصل حواليكي، تكوني مركزه جدا مين يمينك ومين شمالك ومين وراكي، تكوني يعني نحاول نقلل شويه من فكره ان احنا بنمسك الموبايل او بنفتح الشنطه وبنقعد ندور فيها، عشان كده بيبقى في سرقات كتيره جدا للشنط. لما نبقى راكبين تاكسي نقعد ورا سواق التاكسي، لما نبقى موجودين في تجمع نحاول دايما نبقى مع الستات بعيدا عن الرجاله، لو حصل وانت مش مدربه ان انت تدافع عن نفسك لو حد لا قدر الله تحرش بيكي اجري اهربي. استنونا فقره جديده من هي وبس.
كانت لنا طلبات كتيرة جدا على صفحتنا ازاي بطني تخس او ازاي اخسس بطني. في الفقرة دي تحديدا احنا بنقدم لك ازاي تخسسي بطنك. هعمل لكم ورك اوت للابس وشويه في كارديو، لان الابس مش يعني مش هينفع يبقى عندي بطن حلوه او ابس حلوه طول ما انا مثلا بعمل كرانشز ونايمه على ظهري، بس لازم ادخل شويه فيها حاجه اقوى سنه او فيها كارديو سنه. للبيجنرز ممكن ما نستخدمش دومبلز، الناس اللي تقدر شويه تزود او متعوده على التمرين احنا بس هنحتاج دومبل واحده. اول تمرينه هنعملها هي سكوات روتيشن، هاخد دومبل اللي متعود، لو حد يعني لو حد لسه بيجنر يبقى هسيب الدومبل ومش هستخدمها. اول حاجه هحط ايدي فوق وهنزل سكوات روتيت وارجع تاني سكوات روتيت الناحيه الثانيه. السكوات روتيشن ممكن نعملها 15 مرة، 15 يمين 15 شمال. دلوقتي هنعمل الجومبينج جاك بلانكس، احط كوعي على الارض واطلع على مشط رجلي واتاكد ان جسمي كله ستريت، ودلوقتي ابدا افتح رجلي واقفلها برضو اعملها 15 مرة اتاكد اني بتنفس كويس. التمرينة الثالثة اسمها ماونتن كلايمرز، كفي على الأرض وهطلع على مشط رجلي وبرضو أتأكد إن جسمي ستريت، عشان يفضل جسمي ستريت وثابت لازم أفضل شادة بطني كويس وأدخل رجل واحدة لجوه وأطلعها تاني على مشط رجلي، رجلي واحدة لجوه وأطلعها تاني على مشط رجلي. لما أحس إن أنا بقيت أحسن ممكن أسرع شوية، اتاكد برضو اني بتنفس كويس. التمرين الرابع هرفع ركبتي فوق الهيب وايدي على الارض وافرد رجلي واعمل سيزرز، دي كده 15 مره. لو حاسه اني قادره اعمل اكتر وعايزه اشغل الابر ابس ممكن اعمل الهارد اوبشن بتاعها او الاوبشن الاصعب، ممكن ابدا اطلع بالاوبر بودي. التمرين الخامس بحط ايدي على الارض ايدي لفوق، هنعمل سايد كرانشز، هطلع بالاوبر بودي وانزل، هطلع بالاوبر بودي وانزل. ده الحاجه السهله، لو حد حاسس انه عايز يصعب اكتر ممكن يعمل اكتر، يرفع الرجل دي لفوق فيقدر يعمل سكويز اكتر للاوبليكس او اللي هي العضله اللي جنب للابس. بطلع لفوق وبنزل بشغل الابر ابس واللور، وبطلع الابر بودي واللور بودي الليجز بطلعها لفوق بعملها 15 عدد، ولما بخلص بلف الناحيه الثانيه واعمل نفس الحاجه. بعد ما خلصنا التمرين هقول لكم على تمرينه تعملوها بعد ما تخلصوها علشان تعملوا كول داون او ستريتش لعضلات بطنكم عشان ما تشدش، اسمه الكوبرا ستريتش. هحط كفي كده على الارض وافرد رجلي لورا وانزل الهيب لتحت وابدا اشد عضلات بطني من قدام وافضل سنده بايدي، ولو حاسه ان انا عايزه اعمل ستريتش اكتر ابص لفوق واتنفس كويس. هي مش محتاجه وقت معين، تعمليها لغايه ما تحسي بس ان عضلات بطنك شدت عملت لها ستريتش، وبعد كده خلاص ممكن انزل تاني واعمل تشايلد بوز، افرد بس ظهري واعمل ستريتش لظهري. هي ما بتبقاش محتاجه وقت معين على قد ما هي محتاجه ان انا احس ان انا جسمي كله بقى خلاص يعني ارتاح، مش حاسه ان انا لسه عضلات بطني شدت. دلوقتي هوريكم ورك اوت روتين للبط، هو 5 تمرينات ممكن نعملهم كلهم 15 مرة كل واحد ورا التاني، واحط ستوب واتش لنفسي 5 دقايق مثلا. النهارده هعمله لمدة 5 دقايق، هيخلص ال5 تمرينات ارجع اعيدهم تاني. ممكن اعملهم كده 3 او 4 مرات في الاسبوع،
لمده شهر او شهر ونص هحس بفرق جدا، بس طبعا لازم اكون برضو مخليه بالي من النظام الغذائي بتاعي علشان احس بفرق في بطني. دلوقتي هنعمل ورم اب للابر بودي، لور وابس كله مع بعض في نفس الوقت. هرفع رجلي واحاول المس مشط رجلي بايدي. لو بيجنر وحد مش عارف يفرد رجله قوي ممكن اثني ركبتي. اسمي أسماء مجاهد وعندي 30 سنة. بدأت في شغل النجارة مع جوزي في الورشة من بعد ما اتجوزنا بفترة قصيرة، يعني من حوالي 3 سنين أو 3 سنين ونص. بدأت معاه علشان مثلا نزلت معاه الورشة علشان أساعده أو أقضي اليوم معاه. بعد كده حبيت المجال وحبيت المهنة وقررت إن أنا أتعلمها وإن أنا يعني أتقن فيها وأبقى نجارة. كان طبعاً في صعوبات في الأول من ناس كتير، وأولهم كان إخواتي إن هما شايفين إن وجودي في الورشة ده كده بهدلة ليا. ناس كتير كانت تقول لي لا ما تنزليش، ده دي شغلة رجالة، أنتِ ليه بتتعبي نفسك؟ بس أنا عشان حابة الحاجة وحابة المجال فأنا مش شايفة فيها أي صعوبة أو أي عواقب ممكن تقابلني. يعني حاسة إن الست عادي لو حابة الحاجة هتعملها حتى لو كانت شغل رجاله، يعني مش حاسه ان في اي حاجه صعبه. اخواتي كانوا مانعين في ده. بعد كده لما بداوا يشوفوني ويشوفوا شغلي ويشوفوا ان انا حابه الورشه وحابه ان انا افضل متواجده فيها بداوا يشجعوني، بقى بداوا يشوفوا حاجاتي اللي انا بعملها ويجوني الورشه، ولو ما نزلتش يوم يسالوا انت ما نزلتيش ليه النهارده. ومامتي برده بدات تشجعني، ولا خليكي واقفه جنب جوزك، ما تسمعيش كلام حد. كان في تعليقات من ناس كتير بتبقى في الشارع رايحه جايه، في حاجات منها كانت بتبقى سخيفه، في حد كان بيقف يتنور وانا مثلا واقفه شغاله في الشارع، الله ينور يا اسطى، بنقوره طبعا مش بتشجيع. وفي ناس تاني كتير بتعدي انا ما اعرفهاش، سواقين تاكسيات او اي حد معدي بيقف يقول لي الله ينور انت جدعه، برافو عليكي، استمري في اللي انت بتعمليه. انا مش شايفه ان في حاجه ممكن تخليني اسيب مهنه النجاره او حرفه النجاره. انا فضلت اشتغل لغايه اليوم اللي كنت رايحه اولد فيه. انا معايا دلوقتي طفل عنده 4 شهور، انا فضلت واقفه في الورشه واقفه شغاله لغايه اليوم اللي رحت ولدت فيه. وبعد الولاده برضو انا زي ما انا في الورشه، لا مش شايفه ان في حاجه ممكن تخليني اسيبها او استغنى عنها. انا حابه الورشه وحابه مهنه النجاره وحابه العده، ان انا افضل موجوده في وسط العده. انا عايزه اقول بقى لكل ست ولكل بنت، اعملي الحاجه اللي انت بتحبيها، لان انت طالما حابه الحاجه يبقى هتقدري تعمليها. ما تسمعيش كلام اي حد يقول لك لا انت ضعيفه، انت مش هتقدري تعملي الحاجه دي او الحاجه دي بتاعت رجاله. لا ما تسمعيش كلام لاي حد. اللي انت عايزاه واللي انت حباه اعمليه، لان اكيد هتحققي فيه. خلصت حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وزي العاده او كالعاده بفكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك، صفحه هي وبس. اي حاجه انت عايزاها او نفسك فيها، اي وصفه او اي طريقه، اي حاجه تحديدا في فقره تقدري، ابعت لنا واحنا هننفذها لك على طول. هي وبس مع رضوى الشربيني.